مؤتمر معمول أولا لإعادة صورة تونس الاقتصادية في البحر الأبيض المتوسط، أهم شيء 5 سنوات من الانتقال الديمقراطي، كانوا 5 سنوات صعيبة الناس كل تعرفها، اللي يتكلموا على ربيع العربي 5 سنوات الفاتو، اليوم تونس نعتبرها البلد الوحيد اللي تعدت المرحلة الصعيبة هذه. ال5 سنوات هذه تونس غابت على في المجال الاقتصادي، وعلى ذلك حبينا كحكومة وحدة وطنية يعني نرجعوا بالمؤتمر هذا صورة تونس في كبلد مستقطب للاستثمار الخارجي في جنوب البحر الأبيض المتوسط. المشروع متاعنا اش فيه؟ فيه تقريب 145 مشروع باش نقدموه، منهم تقريب 60 أو أكثر شوية من 60 مشاريع حكومية متقدمة للتمويل. في كذلك مشاريع شراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام. المؤتمر باش يكون حضور كبير للقطاع الخاص التونسي، واستدعينا كذلك القطاع الخاص الأجنبي. تقريب 40 مشروع كذلك متقدم للتمويل أو للاستثمار من القطاع الخاص التونسي. المبلغ الجملي للمشاريع هذا باش يتقدروا تقريب 68 مليار دينار تونسي. أكد 5 سنوات تونس عاشت من غير فوسفات، 5 سنوات عشنا في سياحة تعبة، 5 سنوات استثمارات هبطت، 5 سنوات الدولة التونسية وميزانية الدولة التونسية قامت باللي لازم تقوم به برفع ميزانية الدولة من 18.6 مليار دينار إلى تقريب 32 مليار دينار، كتلة الأجور كذلك من 6.4 مليار إلى 13.2 مليار دينار. هذا كل يخلي لهامش تحرك على المالية العمومية يعني أصبحت صعبة ودقيقة، ولهذا يعني الحل الوحيد بالنسبة لبلادنا، وإحنا كنا أمل واللي الاستثمار إن شاء الله يرجع الاستثمار أولا الداخلي وكذلك الاستثمار الخارجي. أهم الشركات هنالك ساعة، أولا شركات أوروبية ضخمة في مجال الأسماء مانيش نجم نعطيهم توا، خلي وزالي لي ديكوفريغ لاغيفي دو لا كونفيرونس. الأسماء نعطيكم القطاعات قطاع الصناعة باش يحضر، قطاع السيارات، قطاع الطيران، فما شركات ضخمة من إيطاليا في قطاع النسيج كذلك باش تحضر، الاقتصاد وكذلك سياسيين في مستوى عالي إن شاء الله ننجحوا في 29 و30. سوف يتم إقرار آلية متابعة، وسيتم إحداث هذه الآلية في اجتماع يوم 28 حتى يكون هناك متابعة لكل نتائج المؤتمر. يعني النموذج التونسي إن احنا نطمح أن نصبح في كوكبة الدول الديمقراطية وفي كوكبة البلدان الصاعدة.